الإسلام دين يحمل أتباعه مسؤوليته، لا يكفي أن تكون أنت صالحا، لابد أن تسعى لصلاح المجتمع. الصلاح مو فقط تكون صالح، تصلح أيضا. يعني إحنا عندنا في فروع الدين الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الخمس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، تولي، تبري، خمسة من عدها ربط بالمجتمع. ما يصير أنت تستقيل وتقول الحمد لله أنا إنسان طيب ومؤمن وأصلي وأصوم وأحج، لا ما يكفي. بالإضافة إلى ذلك لابد أن تتحمل المسؤولية تجاه المجتمع والإصلاح، لأن هذه الأمور خمسة من أصول فروع الدين اللي هي الفروع الأساسية طبعا، خمسة من عدها اللي ربط بالمجتمع، وإذا لم يتحمل فإن الله يحاسبه ويعاقبه. يعني الإمام علي يقول واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. أنت مسؤول عن البهائم، أنا مسؤول عن الخرفان في بلدي، نعم، فإذا لم يكن ذلك عشب يستفيد منه الرعاة فأنا مسؤول. بقاع الأرض إذا كانت هنالك بقعة فارغة يباب أنا مسؤول عنها،